الو، معاك سيف المنداري. يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك. انا تقريبا كده وصلت المنطقه بتاعتك، بس بقالي شويه عمال الف مش عارف اوصل لك بالظبط. خد الشارع لغايه اخر، انا مستنيك هناك. لو انت خدت معايا، انتوا مين؟ عايزين ايه؟ انتوا مين؟ انت ايه اللي بيجري عندك؟ الو لا لا يا باشا، ما تقلقش خالص، ان شاء الله المشروع ده هيكون احسن من المشروع اللي فات ان شاء الله. وبكره ان شاء الله هبعت لك الباشمهندس سيف ابني، وهنوصل سوا لديل كويس قوي ان شاء الله. ما تقلقش ما تقلقش خالص. تحياتي تحياتي خالص، تحياتي. مساء الفل لحد. مساء الخير يا سي سيف، ان شاء الله. كنت فين طول النهار؟ والدتك بلغتني في التليفون انك ما روحتش الكليه بتاعتك النهارده. خير؟ والله يا حاج ما كانش عندي محاضرات النهارده. ما ده انا سامعك اهو هتبعتني في شغل. شغل؟ الكلية عندي أهم من أي شغل. وكمان مش هينفع أصلاً إنك تسقط تاني السنة دي، ولا إيه؟ عارف، مش هسقط. وهبعد عن كل أصحابي اللي أنت قلت لي عليهم. يا ريت. خلاص بقى، روق كده. روق روق. أوعدك يا سيدي كل اللي أنت عايزه هيحصل. المهم بقى قول لي إيه موضوع الديل اللي أنت كنت عايزني فيه ده، روحه بكرة. ديل؟ لا. الو، معاك سيف المنداري. يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك. انا تقريبا كده وصلت المنطقه بتاعتك، بس بقالي شويه عمال الف مش عارف اوصل لك بالظبط. خد الشارع لغايه اخر، انا مستنيك هناك. ثواني كده خليك معايا. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ انتوا مين؟ انت ايه اللي بيجري عندك؟ الو، يا حاج مجدي، ابنك باين عليه في ورطه، عمال اتصل بيه وتليفونه مقفول. طب حاول توصل له يا حاج مجدي. ابنك معانا، 2 مليون جنيه لو عايز تشوفه تاني. ايه قالوا لك ايه؟ رايح فين؟ هبلغ البوليس. لو عرفوا انك بلغت ممكن يقتلوه. ولو ما بلغتش برضه ممكن يقتلوه. مفيش قدامي حل تاني غير كده عشان انقذ ابنك. انت يا فندم عملت الصح ان انت بلغت، واحنا هنبدا نتتبع خط سير العربيه من المنطقه اللي انت قلت عليها. بس السؤال يا حاج مجدي، انت عندك اي خصومات او مشاكل تخص شغلك؟ يا فندم انا شغال في المقاولات، وحضرتك ادرى الناس بشغل المقاولات، يعني حجم الخصومات اللي ليا انا شخصيا ولشغلي اكبر من حجم الشغل نفسه. تمام، هحتاج منك كشف بكل الاسماء اللي انت ممكن تكون شاكك فيها، وده هيكون الخيط التاني اللي هنشتغل عليه. المهم دلوقتي يا حاج مجدي، عاوزين نتعامل مع اللي خاطفين سيف بشكل طبيعي جدا عشان ما يشكوش في حاجه. طبعا تبلغني بكل حاجه تحصل معاهم مهما هددوك. ان شاء الله سيف هيرجع يا حاج مجدي. بيه، احنا عملنا تتبع لكل الكاميرات المتاحة من بيت سيف لغاية المنطقة اللي كان رايحها، بس للأسف فقدنا العربية في نقطة ما عرفناش نكمل. يعني ايه؟ وقفت لحد كده ولا؟ لا يا فندم، أنا رجعت لإدارة المرور
والحمد لله كان حظنا كويس. العربيه دي استوارت رادار امبارح بالليل على طريق السويس، وبالرجوع لكاميرات مراقبه مداخل السويس اتاكدنا ان العربيه هناك. حلو ده. عايزك تتواصل مع المديريه هناك وتطالب بتكثيف البحث عن العربيه دي. اسلام، انا عايز اوصل لمكان العربيه دي في اسرع وقت ممكن. تحت امر معاليك يا باشا. تمام، ربنا معاك. والله يا باشا احنا ما نعرفش هو فين، هو ما بيجيش البيت ده بقاله حوالي سنه. طب هو في ايه يا باشا؟ والله ابن حسين مالوش في اي سكه وحش. ما تقلقيش يا حاجه، احنا عايزين نعرف بس مكانه. شوف سعادتك، هو مأجر شقه في مكان بعيد شويه، وما بيجيش هنا الا لما يكون مزنوق في فلوس عشان يجيب الهباب اللي بيشربه ده. ده واضح بقى انه مش زي ما الحاجه بتقول. هي مكان الشقه دي فين يا حاج؟ بقول لك لو سمحت، هي عماره 13 فين؟ هي دي ومدخلها على الشمال. شكرا. السلام عليكم. مصطفى بيه، أنا وصلت للمكان اللي فيه حسين. حلو جدا. خدت أي معلومات من سكان المنطقة يا إسلام؟ مفيش معلومات. محدش يعرفه في المنطقة ودايماً بيرجع متأخر. بس يا باشا إحنا مش محتاجين أي معلومات. طب ليه؟ باشا أنا لقيت عربية سيف راكنة تحت عمارة حسين. حلو قوي ده. تمام يا باشا. تحت أمر معالي. تمام. سلام. تمام تمام. المهم دلوقتي لو اللي خاطفينه وكلموك وافق على المبلغ وتحدد معاهم ميعاد ومكان التسليم كمان. استاذ مجدي انا عايزك تكون معاهم عادي جدا. مفهوم يا باشا، مفهوم. طمني، قال لك حاجه على سيف؟ ادعي له يرجع بالسلامه. يا رب يا رب، تعلم بالحال يا رب.